السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نوري لكم كيفاش غادي ندير لهاد السبرديله الباهته كما كتلاحظوا معايا، وغادي نرجعها بحال ما هكا كتبان جديده. لاحظوا معايا الفرق. كل ما غادي نحتاج ليه هو الماركر، وخاص يكون هذا الماركر هذا اللي ما كيتمحاش، باش هو اللي يصلح لينا مزيان. بصراحه النتيجه غادي تبان في الاول، يعني من اون فوا غادي نديرها غادي تبان النتيجه كما كتلاحظوا. وكنفضل ان هذه فاش تبغي تطبقوها تكون سبرديله مصبنه ومغسوله مزيان. كما كتلاحظوا اختفات كاع هذيك الطبعه اللي كانت هنايا، مابقاتش كتبان. غادي نوريكم هنا عاوتاني. لاحظوا معايا الفرق بين هنا وهنا، وغادي نستمر نطبق على الكل، على سبرديله كامله، وغادي تعطينا هاد النتيجه هادي كما كتلاحظوا هنايا، كتبان جديده وما فيها حتى شي عيب. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، واذا نال اعجابكم ما تنسونيش في لايك، ولا كان عندكم اي تساؤل مرحبا بكم، وشكرا.